سنذهب الآن إلى نيو دلهي وتقرير عن مدرسة تحت المترو، نتابع. أنا راجاش كومار شارما في 47 من العمر، وأنا مدير متجر. لم يكن لدينا مخطط كبير، كنا نحاول فقط الإحسان للفقراء والقيام بما هو أفضل لهم. في عام 2006 تم بناء هذه المحطة، وعندما أتيت إليها لأول مرة نظرت عن كثب وشاهدت أطفالا فقراء معظمهم بلا ملابس، ففكرت أنه يجب القيام بما يلزم لمساعدتهم، خصوصا أننا نعيش حياة مريحة. بدأت البرنامج التعليمي تحت شجرة، وفي عام 2010 انضم العديد إلى البرنامج، كما ساعدني كثيرون للاستمرار في المشروع. اليوم تمكنا من تحويل المشروع إلى ما يشبه المدرسة. عندما رأى الناس أن هذا المشروع قائم ويقدم المساعدات، ساهم البعض من أجل بناء مكان يحمي الأطفال والتلاميذ من أشعة الشمس والمطر، فبني هذا المكان من الباطون والأحجار. إدارة المحطة ساعدتنا أيضا من خلال تأمين الألواح المناسبة وتوصيل المياه وبناء حمامات مخصصة للفتيان وأخرى للفتيات. إلى هذه اللحظة أكمل نحو 50 تلميذا الدراسة هنا، ونالوا القبول الأكاديمي في مدارس ومعاهد متطورة ومشهورة في المدينة. لقد نجحنا في تعليمهم كيف يمسكون الأقلام وكيف يدرسون، هذا يشعرنا بالفخر. أنا رافي في 13 من العمر، في 8 تكميلي. هنا أقرأ وأكتب وأدرس. هم يساعدوننا على مستويات عدة في إكمال الفروض المدرسية، بالإضافة إلى تعليمنا أمورا لنتعلمها في مدارسنا، وبتنا متميزين في صفوفنا. أنا روهيت كومار في 14 من العمر. الأستاذ راجش يعلمنا بأسلوب جميل ويساعدنا في فروضنا، وفي أحيان كثيرة يدرسنا الدروس مسبقا قبل أن نتعلمها في مدارسنا.